طبعا التحية والصحة والعافية لكل سادة المشاهدين وكل السودانيين داخل وخارج حدود الوطن الحبيب، ونحن نتنسم هذه الأيام الذكرى 63 لاستقلالنا المجيد. تحية مرة ثانية، تقدير ووفاء وإجلال للرعيل الأول من صناع الاستغلال وصناع الحركة الوطنية. ويعني موضوعنا أو أول فقرة معانا تتحدث عن موضوع مهم جدا، إرث السودان التليد في التعامل مع قضايا اللجوء، من خلال واحدة من الكتب المهمة جدا للدكتور طارق مصباح يوسف، فن التعامل مع قضايا اللجوء والتشريد، وهي بالتأكيد رؤية نقدية لقضايا اللجوء والهجرة القسرية. سنتحدث عن هذه القضية وسنتحدث عن هذا الكتاب ودور السودان في ظاهرة اللجوء، والسودان يعني استضاف عدد كبير جدا من اللاجئين أو الأشقاء يعني في الدول المتضررة من الأوضاع والحروبات. ويعني معانا عبر هذه المساحة الأستاذ عثمان حاج الزاكي. مرحب بك أستاذ عثمان، وكل سنة وانت طيب والسودان بألف خير وعافية. الله يبارك فيك، كنت طيبين. اهلا بك، احنا سعداء بك. ونبدا من كاتب الكتاب الدكتور طارق مصباح يوسف الذي انجبته مدينه باره، هذه المدينه السودانيه الجميله، وناخذ نبدا عن المؤلف. نعم، في الحقيقه الاخ والصديق الزميل طارق مصباح يوسف، دكتور طارق مصباح يوسف من مدينة بار الجميلة، وهو يعني طالب ذكي تخرج من جامعة الخرطوم كلية الاقتصاد، وعمل في معتمدية اللاجئين من أواسط الثمانينات حتى العام 1996، وتغلد عدة مواصف في معتمدية اللاجئين أثناء وجوده في شرق السودان. نعم، وهذه التجربة أفادته جدا في أنه يحب العمل الإنساني، وشاهد أبناء الجامعات البريطانية من الدارسين اللي بيحضروا للدكتوراه والماجستير بيجوا السودان هنا عشان يعملوا رسالتهم في التجربة السودانية، فده حفزته على أساس أنه يمشي أوروبا ويواصل تعليمه العالي، وفعلا مشى ايرلندا، حصل على درجه الماجستير في دراسات السلام وما حولنا في السودان للسلام، عمل الدكتوراه في جامعه دبلن في دراسات اللجوء، والف هذا الكتاب. والكتاب هدفه الاساسي انه يقدم مرجع اكاديمي يغطي دراسات اللاجئين اللي تفتقر له المكتبه السودانيه، يعني تقريبا اول كتاب ممكن يكون اكاديمي للدارسين والطلبه المهتمين بشؤون اللجوء. نعم. طيب استاذ عثمان، يعني كما تحدثت انه دكتور طارق مصباح يوسف يعني عمل كثير من الدراسات حول هذه الظاهره، يعني ظاهره اللجوء باعتبارها هي ظاهره قديمه جدا قدم المجتمعات البشريه. نعم. فيعني نتحدث عن اهم ما تناوله الكتاب باعتباره رؤيه نقديه لقضايا اللجوء. نعم. الكتاب تحدث بطريقه توثيقيه لظاهره اللجوء في السودان منذ القدم وحتى العام 2018. نعم. فتطرق لانه السودانيين اتبعوا سياسه الباب المفتوح بالنسبه للاجئين من كل الجنسيات، من كل الاتجاهات وباي اعداد. صحيح. يجي السودان بيستقبلهم، بيقدم لهم الاقاصه حتى قبل ما تكون في اللجوء يكون عنده قوانين دوليه وكذا، فكان السودان من موارده البسيطه من انسان طيب بيقيس اللاجئين. نعم. بعد ذاك بيجي للموضوع بتاع حمايه اللاجئين اللي هو في عام 2000 في عام 1951 اصبحت في منظومه دوليه لحمايه اللاجئين واغاثه اللاجئين. نعم. طيب نعم تفضل. فبتحدث عن كده. بعدين حتى السودان في عام 1974 عمل قانون تنظيم اللجوء السوداني، فاصبح السودان ملتزم بالقوانين الدوليه اللي بتحمي اللاجئين وتقدم لهم الاقاصه.
نعم، يعني انت ذكرت انه السودان يلتزم بقضايا اللجوء وقوانين اللجوء، لكن اذا تحدثنا عن اختلاف تجربه السودان في اللجوء وفي حمايه اللاجئين اختلافا من التجارب الاخرى من الدول، يعني او الميزات بالنسبه للتعامل مع اللاجئين. نعم، الاختلاف انه السودان يقدم افضل معامله في العالم للاجئين. اول شيء بيمنحهم حريه العمل، حريه التنقل. السودانيين بيقدموا للاجئين، الناس البسطاء في الحدود بيقدموا للاجئين الإقاسة وبينقذوهم، بينقذوا حياتهم قبل ما تتدخل الحكومة وقبل ما تتدخل الأمم المتحدة وقبل ما تتدخل أي حد. صحيح، كقيم سودانية. فدي ميزة ما موجودة في الحتة الثانية. الحاجة الثانية، نحن لما نقارن المعاملة هي المعاملة في مناطق أخرى في العالم، بنجد إنه في بعض الدول اللاجئين بيخطون في زرايب، بيخطون في حظاير، يمنعون الحركه. هي نحن ما عندنا كلام زي ده. يفرضوا عليهم قوانين مشدده. قوانين مشدده جدا، الحركه محدده وكده، لكن نحن بدي حريه العمل، حريه التنقل. وحتى الناس بيستغربوا معاهم يعني، وحتى كثير جدا من اللاجئين لما اجوا راجعين بلدهم بيبكوا يعني. يا سلام. المعامله الطيبه بتاع السودان. نعم، يعني محاور اربعه اشرت وذكرت و يتحدث عنها الكتاب من خلال محتويات الفصول المختلفة: سياسات السودان تجاه اللاجئين، مشاريع إسكان اللاجئين والاكتفاء الذاتي، الحلول المستدامة، الثلاثة اللاجئين الجنوب السودانيين والسوريين وأخرى تناولها الكتاب من خلال كل فصوله. أستاذ عثمان، يعني كيف تقرأ تناول هذا الكتاب إرث السودان التليد في التعامل مع قضايا اللجوء والتشريد هذا الكتاب من هذه الأعوام، يعني حتى العام 2018؟ الدكتور طارق، تناول هذه المحاور المهمة، كيف تقرأ هذا التناول؟ نعم، سياسة السودان تجاه اللاجئين هي زي ما ذكرت قبل شوية الباب المفتوح، يعني السودان بيستقبل اللاجئين، بيكرمهم وبيهيئ لهم ظروف كريمة وآمنة حتى يتمكنوا انهم يعودوا لأوطانهم ويهجوا منهم. فدي كانت بتتم تلغائيا وسبقت بالقانون، في قانون اللجوء. يعني السودان عنده الميزه بتاعت التوازن بين مصالح البلد وامن البلد وبين اغاثه اللاجئين. فدي سياسه متبعه، يعني بمجرد اللاجئ ما يجي في نقاط حدوديه يكون في فحص امني وفحص صحي وكل الحاجات، يعني اذا كان زول مجرم او كده بتاع ما بخليه يخش، حتى لو خشى برضه ما نخليه يعزل البلد بأي. هذا هو معلوم، لكن نعم. يعني قراءتك لتناول الكتاب لهذه السياسة. نعم، خاصة يعني فيما يخص الجنوب السودانيين والسوريين، يمكن معاملة خاصة، يعني إذا تحدثنا برضو عن الجنسية. هي ما جاي الموضوع ده. تفضل. نعم. تفضل. السودان عنده الفكره بتاعت انه اللاجئ ده اللجوء ذاته ظاهره مؤقته. ظاهره مؤقته. اللاجئ بياخذ فترته هنا ومجرد ما الظروف اللي جابته بتتغير في بلده انه بيرجع. يعني السودان ما بيميل انه يفرض عليه الجنسيه بتاعته او يديه الجنسيه بتاعته السودان. السودان بيؤمن بانه العوده الطوعيه هي افضل الحلول. الانسان بعد ما يجي هنا في بلد غريبة والظهور تتهيأ، ما في سبب يخليه بعد هنا، هو بيرجع بلده وبيتأقلم بسرعة. فدي سياسة السودان انه يمكن اللاجئ، وحتى عشان ما يكون معتمد اعتماد على الإغاثة بدون مجال عشان انه يعمل، حتى انه لو رجع بلده يعمل هنا. نعم، صحيح. السودان يعني سياسته انه ما يدي الجنسية للاجئ، انما يوفر له حياة كريمة حتى يرجع له. نعم، بالتأكيد تجربة مميزة جدا في ما يخص ظاهرة اللجوء وخاصة في السودان. تحية لك أستاذ عثمان حاج الزاكي، شكرا جزيلا لك، ويعني كتاب مهم جدا والله. إحنا يعني دعوة لأنه الناس كلها يا حسام أنه تطلع على صحيح. هذا الكتاب وتتعرف على يعني هذه الظاهرة وتتعرف على تجربة السودان في قضايا اللجوء من المؤلف دكتور طارق مصباح يوسف. شكرا جزيلا لك أستاذ عثمان، شرفتنا كثير. شكرا جزيلا.